مواجهات هي الأعنف خلال 3 أشهر من المعارك تشهدها المناطق الواقعة بين دم توموريس بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. خلال اليومين الماضيين كانت الميليشيا الانقلابية قد شنت هجوما واسعا على أكثر من محور على جبهة موريس بهدف السيطرة على مناطق تتمركز فيها المقاومة، لكن المقاومة تصدت لتلك المحاولات وكبدت الميليشيا خسائر فادحة. وذكرت مصادر محلية إن المعارك اندلعت في قرية رمة وجبل مضرح والذاري بعد هجوم للحوثيين وقوات صالح على مواقع للمقاومة في تلك المناطق، والتي كانت المقاومة قد خاضت خلال الأسابيع الماضية معارك شرسة لاستعادتها. وأضاف مصدر في المقاومة أنهم تصدوا لمحاولة التقدم، وأدت المعارك لمقتل فردين من المقاومة وإصابة 3 آخرين، فيما قتل أكثر من 12 مسلحا من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع خلال تلك المواجهات. منذ أكثر من 3 أشهر وموريس تقف وحيدة في وجه آلة القتل الحوثية، ما يقارب 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح، تكلفة باهظة بالنسبة لمجموعة قرى. ولكن موريس كانت تعرف منذ البداية أن تكلفة الخيار الذي مضت فيه ستكون ثقيلة، وهي حتى الآن تقدم كل ما يمكنها تقديمه وأكثر. كانت المقاومة في موريس قد تمكنت من إيقاف تقدم ميليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه الضالع، بل واستطاعت أن تعمل على تحرير مناطق على مشارف مدينة دمت المجاورة بانتظار الدعم اللازم لاستكمال تحرير دمت الواقعة تحت سيطرة الميليشيا منذ نوفمبر الماضي. لكن يبدو أن ذلك الدعم لن يأتي مع استمرار السلطة الشرعية في تجاهل ما يحدث على جبهة موريس، رغم كونها البوابة التي تجعل الضالع بين يدي الميليشيا مرة أخرى إذا ما انكسرت وتمكن الانقلابيون من تجاوزها.